صحيح أن إسرائيل تحاصر القطاع وتغلق معابره، لكنها لا تستطيع محاصرة العقول التي تؤمن بأن الحاجة أم الاختراع. تجربة بأدوات بسيطة وإمكانيات محدودة تتكون من جهاز لحرق البلاستيك التالف ينتج منه وقود حيوي أو ما يعرف بالبيوديزل. يعني اليوم إحنا بنشتغل على 50 كيلو الجهاز وساعته، إحنا بنحلم يكون 5 طن 10 طن الساعة تبعته تكون. عدة أشهر مرت من العمل واجه خلالها المواطن إبراهيم صبح صعوبات مادية كبيرة، إضافة لضيق المكان وعدم وجود وسائل تضمن خط سير آمنا لعملية الإنتاج التي لا تعد مكلفة. أنا بوجه رسالة أول إشي في الدرجة الأولى لكل القيادة الفلسطينية إن كان ضفة أو غزة، إنه هي تتبنى هيك مشروع، يعني بحل مشكلة كبيرة، أقل القليل، وفر وقود للمستشفيات للبلديات. التجارب أثبتت نجاح استخدام الوقود المنتج في تشغيل محركات الديزل والبنزين دون أن تترك أثرا سلبيا عليهم، ليكون بذلك صديقا للمحركات ومساهما في كسر الحصار، إلا أنه بحاجة إلى ممول ليكبر وتعم فائدته. نستخدم وسائل بدائية قاعدين في الشغل على قد الإمكانيات الموجودة معنا حاليا، وإن شاء الله نأمل من أنه يكون في دعم للمشروع اللي ساعد في حل مشكلة الوقود في قطاع غزة. لتر الوقود الواحد يحتاج لكيلو ونصف من البلاستيك ويستغرق قرابة الساعتين بعد أن يمر بمراحل عدة. لتكون هذه التجربة بارقة أمل لأهالي القطاع المتجددة أزماتهم، خاصة الوقود، فيما لو تم استخدامها بشكل منظم وكبير. رغم قلة موارد القطاع والإمكانات، إلا أن أبو محمود استطاع استخراج الوقود الحيوي من مواد بلاستيكية تالفة ليضع بذلك حلاً لبعض مشاكل القطاع، لكن التساؤل حول مصير هذا المشروع بعد نجاح تجاربه لا يجد حلولاً حتى الآن. محمود أبو سيدو، قناة الكتاب الفضائية، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. البلاستيكية، النفايات البلاستيكية إلى وقود أو بدائل الوقود تستخدم في السيارات، بديل للغازولين وبديل للكيروسين وبديل للديزل وغيره. يتميز هذا الجهاز بأنه مصنع بأيدي مصرية في ورش معهد بحوث البترول خاصة هنا، والناس من الفنيين عاملينها. بالنسبة للجهاز ده مفيد جدا في التخلص من النفايات الطبية، لأن احنا بنصمم الجهاز بيتحط في المستشفى، المستشفى بتطلع منها النفايات الطبية تتحرق أو تستخدم بالشكل ده، تتحول إلى جازولين أو كيروسين يشتغل في الجنريتور بتاعتها، بدل ما تتهرب المواد البلاستيكية بالنفايات الطبية إلى أفواه أبنائنا من خلال البزازات والألعاب البلاستيكية اللي بتتسرب منها. ده أهم هدف، إن هو التخلص من النفايات البلاستيكية الطبية. تاني عصفور، التخلص من النفايات الإلكترونية وهي أكثر خطورة من النفايات البلاستيكية. ثالث حاجة، التخلص من النفايات البلاستيكية التي انتهى فترة صلاحيتها خلصت، فلا يوجد مكان إلا حرقها، لازم تتحرق، فده بالتالت حاجة. رابع حاجة، أتغلب على مشكلة النقص في الديزل والبنزين. خامس حاجة، أتخلص من النقص في قطاع الكهرباء حيث أولد الجاز اللي ولده. ده ميزة الجهاز اللي احنا عملناه ده في المعهد. بعد كده بنبتدي نتعامل حراريا معاه بدرجات حرارة تديني المنتج اللي انا عايزه، وفي حتة فنية شوية ان انا بكون توليفات من مجموعة من البلاستيكات 3-4 انواع بنسب مختلفة ليدوني يلد انا عارفه. دي النقطة الحساسة او الفنية اللي انا بعملها، ويمكن احط بعض المواد الحفازة صغيرة بسيطة وادور وسخن وقابل المنتج عندي تحت المية حتى أصطاد الغازات، ثم بعد كده أحصل على الطبقة اللي شايفها أنت فوق الماء ده.